شكرا سيد رئيس الجلسة. أتقدم بخالص الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية على استضافتها لهذا اللقاء وتوفير ظروف النجاح لأعماله. كما أحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكبار موظفي الجانبين على الجهد القيم المبذول من أجل التحضير الجيد لهذا الاجتماع وإعداد الوثائق التي سيتم اعتمادها. نعرب عن ارتياحنا وإشادتنا بالمنجزات المحققة منذ إرساء قواعد المنتدى سنة 2004، ونرى أيضا في تلك المنجزات مدعاة للاجتهاد بعزم بغية ترصيدها وإطرائها ليستمر المنتدى ورشة للشراكة المتجددة، ركنها الركين التزام مشترك بالتضامن الفعلي والتوافق العملي لصون المصالح المشتركة لدولنا على أساس احترام متبادل لثوابتها الوطنية وسيادتها ووحدتها الترابية. انطلاقا من ذات الثوابت، تجدد المملكة المغربية تشبتها بسياسة الصين الواحدة كمبدأ، كموقف مبدئي وواضح. إن منتدانا الذي نحتفل اليوم بعشرينياته يعكس الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في بناء شراكة مستدامة وفاعلة، كما يترجم رغبة مترسخة لدى الجانبين لإرساء نظام عالمي أكثر توازن، نظام متعدد الأقطاب، نظام قائم على هيكلة متعددة الأطراف فاعلة ومسؤولة، نظام يجعل من الشراكة والتعاون أساسين للتعاطي مع تحديات الأمن والسلم والتنمية. حضرات السيدات والسادة، إن الالتزام الراسخ للمغرب بمنتدى التعاون العربي الصيني ينبثق من أسس الصداقة العريقة مع جمهورية الصين الشعبية التي يرعاها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس شي جين بينغ. لقد أثمرت الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين نتائج ملموسة، حيث أصبحت الصين الشريك الأول للمغرب آسيويا. وبقدر اعتزازنا بالتطور المطرد لهذه العلاقات، فإننا نطمح لتوسيع آفاقها أكثر لتشمل مجالات وقطاعات واعدة ذات قيمة مضافة، على غرار مشروع إنشاء المدينة الصناعية الذكية مدينة محمد السادس طنجي تك، التي يشكل مشروعا رائدا يسير تنفيذه على الطريق الصحيح. كما أن روح الثقة التي انبثقت عن التعاون النموذجي بين المغرب والصين في ظل جائحة كورونا أثمرت إنشاء وحدة لتعبئة وتصنيع لقاحات في المغرب في إطار شراكة رائدة مع شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية. هذه الأوراش الجاري تنفيذها في المغرب شأنها شأن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل الشقيقة، تجد طريقها للتكامل مع مبادرات الحزام والطريق الصينية بوصفها مشروعا استراتيجيا مندمج ومتعدد الأبعاد. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وما خلفه من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين. وانطلاقا من التزام جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس وبموازاة مع الدعم الإنساني، فقد دعا جلالته في غير مناسبة إلى التحرك جماعيا كل من موقعه للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار وإيصال المساعدات بانسيابية وبكمية كافية لساكنة غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. إنما يجري في غزة بالإضافة إلى انعكاساته الإنسانية الكارثية يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الإقليميين. إنما يقع في غزة لا يمكن قبوله أو السكوت عنه، فعجز المجتمع الدولي له تكلفة باهظة. فهذا العجز هو الذي سمح للجيش الإسرائيلي بقصف مخيم يكتظ بأكثر من 100,000 نازح قرب مدينة رفح، مخلفا سقوط عشرات القتلى والجرحى في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إن تقاعس المجتمع الدولي هو ما شجع السلطات الإسرائيلية على عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح. إن عجز المجتمع الدولي هو الذي أفضى أيضا إلى ضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وإلى فعل ما لا يقبله الضمير الإنساني. وفي هذا السياق،
فإننا نؤكد أن الصين بحكم مكانتها الوازنة في المنصدم الدولي وسياستها المتزنة والداعمة لمختلف القضايا العربية تعتبر شريكا موثوقا قادرا على لعب دور بناء من أجل المساعدة في التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. ولا يفوتنا هنا أن أثمن عاليا الخطوة الهامة التي أقدمت عليها بعض الدول الأوروبية مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما نعتبره تحركا مهما على طريق حل الدولتين كإطار لا محيد عنه في إقرار سلام دائم وشامل من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الختام أود التأكيد أنه يحدون أمل كبير في استمرار التعاون العربي الصيني في مساره الناجح بكل طموح وتطلع إلى المستقبل بالتزام بتنفيذ كل البرامج التي يتم الاتفاق عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.